تحياتي لكم الكل. موضوع الانتخابات، موضوع الانتخابات فما حاجة نحب نتصدى لها بكل وضوح. موضوع يتعلق بعض توانسة عندهم رأي كونه الانتخابات هذه ما يلزمش يشاركوا فيها. اللي ماهمش يشاركوا فيها طبعا غير قيس سعيد اللي ماذا بيه ما يشارك مع حد. فما ناس اخرين يقول لك ما يلزمش يشاركوا لسبب بسيط، يقول لك حتى كانت طلعت النتيجه ضد قيس سعيد راهو ماهوش باش يتخلى على السلطه. نحب نقول لهم حاجه، راهو ربما تفرجوا فيها في افلام في افريقيا ولا كذا، جنرال عسكري وسلم على السلطه في ظرف ما، عمل انتخابات في ظرف ما، فحد دبابات بحث القصر نتاعو ومنع روحهم ولا منع اي حد من كانوا يقترب وشد في السلطه. اي تصير هذه في افريقيا، في تونس راهي ما تصيرش. انا برشا سلبيات وديما قاعدين نحكي فيها انا وغيري، ولكن ما وصلناش لهذه الدرجه. تذكروا الاحداث اللي صارت 2011 وكل تفهموا، راهو فما عقليه نتاع مؤسسات في تونس حتى قبل الثوره، فما بالك بعد الثوره معناها فما حد ادنى توجد هكا والكل. جاي طبعا كسروا قيس سعيد نحكيوا في الموضوع هذا. فما مسألة أخرى يقولوها هو كونه يستحيل كونه يقع الانتصار على قيس سعيد، يستحيل الانتصار على قيس سعيد كان تنجحوا أنتوما في إحباط التوانسة وتخليهم ما يمشيوش ينتخبوا. إذا ما يقبلوش التوانسة على صناديق الاقتراع طبيعة الأشياء راهو باش يمشي قيس سعيد باش يطلع على السلطة. طبعا عنده 500 ألف 600 ألف معاه ما متستغربش بالكل ما يكونوا موجودين. لكن كان فما 3 ملايين نسبة مشاركة، شكون باش يصوت له؟ معناها ناس مغرومة بالصف، مغرومة بالنقاش نتاعو. شوف قيس سعيد نعاود نذكركم كملخص، هو شخص يعيش أزمة معينة مرتبطة بكونه يعتقد ديما هكا اللي هو فما شكون يحب يقتلو، يقبل كل شيء بالمؤامرة، الآخر يتآمر عليه. هذاك حده ما عندوش مشاريع، شيء هو حب يعمل مستشفى عنده 5 سنوات كل صلاحية 3 سنين ما عملهاش. بورتون كان يحب يعرف راه فما حلول حتى في قانون الصفقات العمومية اللي استثناها وكذا، كان ما كانش فما مشكلة تاع الصفقات العمومية. فما شيء غلط فيكم وفما شيء راه ذاك حده هو هكا، ما عندوش وقت في يوسع باله باش يدرس مسائل وكذا، ديما يبقى ديما في المؤامرة، يجي يحطك موظفين حتى في الحبس معناها سناد وغيرها مثلا ناس تعاقب. قال شنو فما ما وقع قطعه، الماء وقع قطعه خاطر الناس كل تعرف تونس الكل يعرفوا راهو الماء معناها فما ازمه نتاع ندره مياه في تونس، شح مياه، فطبيعه الشيء بالاقساط وكذا حتى نلقاو حلول. اما قبل الحلول هذه راهو فما قرارات لازم تاخذها الاداره بالسير الدوله. قيس سعيد ولا معارض للاداره، وكان الزم اللي يرفض يزيد يهزه حتى في الحبس. شنو انت ما عندك لا كفاءه لا علم لا معرفه، غاطس في الشعبوي ويهز حتى الناس في الحبس. هذا تحبوا يبقى في السلطه؟ معناها شوف التوانسه باللي يقول لنا في ولاد بلادنا، انا قلت لك معاه 500 الف يعتقدوا في اشياء خياليه كيفو، انا نقول لك فما اكثر من 500 الف يعتقدوا في اشياء خياليه لخصوم قيس سعيد. اما خلينا في جماعه قيس سعيد، انا نقول منهم 500 الف 500 الف 600 الف معناها مع قيس سعيد ماهوش هما اللي باش يغيروا مصير بلادهم باش يحدوا نتائج الانتخابات اذا تصير نسبه مشاركه كبيره. تقول لي باهي بالك شي فما ليزي باش تلعب لعبه باش تدلس، ليزي راهي ما تنجمش تدلس، تنجم تعمل بعض الاشياء وعملتها ديجا، مثلا احتكار استخراج الاستماره بتاع التسكيات كان عندها حد اخر ما مشاتش فيه. دونك فما حاجه في الموضوع هذا، فما اشكال، وفما موضوع اخر يتعلق باشتراط البتروا والناس يقولوا لها صلى على النبي ما تعملهاش وخبرك ما عملتهاش والاداره تجب تثبت وحدها واصرت عليها نوع من التضييق. الحقيقه هذايا صار معناها غير هذايا تو انتوما اللي الناس معناها اللي جات ضد الانتخابات وتدعو لعدم المشاركه. السؤال اخي كان عملتوا شويه فور بشكل ايجابي ودعمتوا ناس معينين في جمع التسكيات وما رفضت لهمش ليزي. تو ليزي رفضت برشا اعتبارات اهمها هي تسكيات، وتسكيات علاش جمعها سعيد؟ والحاجه حاب نقول التوانسه راهو جمعها سعيد من 2019 بالدليل كونه اغلبيه المرشحين في 2019 وقع تقديم شكايات جزائيه ضدهم، من بينهم قيس سعيد 3 شكايات جزائيه ضده عند وكاله الجمهوريه بتونس موجوده في التقرير نتاع محكمه المحاسبات 2019 صفحه 105 تنجم تلقاوها. هو وغيره الحقيقه مش بالضروره معناها هو دلس، لكن جماعته فما لعب صارت للتضييق على التسكيات. المناخ العام تاع الخوف، شيء عملوا قيس سعيد وشيء عملوه المعارضين نتاع قيس سعيد يخوفوا، ولا توانس عاديين يخوفوا في بعضهم، لكن نزكي تو يعملوا ايش عندهم يعملوا لك؟ مشي على روحه بن علي وقيس ما تنجموا تردوه انتوما كي بن علي، كان انتوما راه كان انتوما تنجموا تردوه كي بن علي طالما تصدقوا له عنده حدوده حتى جلس الدوله فيها الباهي وفيها الخير. لكن بشكل عام راهي حاسبه هكا تحسها مسيسه روحها شويه مش مورطه افون، خاطر كانت تورطت افون لازم تكونوا عشتوا معنا قبل 14 في باش تفهموا اش معناها لجنه زكي تورط. مش صحيح، ورغم ذلك تورطت وخرجوا منها بطال نهار 14 في تعرفش عملوا. دونك خليكم ياسر من التشاؤم وكل شيء سيء سيء، مش كل شيء سيء. دونك الانتخابات هذه حقيقيه، وكان كما قلت عاونتوا ناس وجبتوا اكثر معناها عدد نتاع ناس طلعت وقع قبولها معناها في تقبل الترشحات نتاعها. وحاجه اخرى من اليوم بدات المحكمه الاداريه تنظر على التطور الابتدائي، فما تطور من بعد امام الجلسه العامه باش تنظر في جمله من الترشحات او في جمله من المطال الاعتراضات تتعلق بستة مرشحين، معناها ممكن معاش يبقاو معنا من زوز فقط ولا اكثر من زوز يكون عندنا خيار اكثر. عماد الديمي على سبيل المثال ما عنده مشكله نتاع الجنسيه الثانيه، الجنسيه الثانيه رجعنا للنص لقيناها
رجعنا بشكل واحد راهو نتبع ما عنديش علاقه الحقيقه علاقه بيه على مدى سنوات الغالب ما تقابلناش ونحييه، ولكن على كل حال راهو نهار خمسه اصبح ما عادش عنده الجنسيه الثانيه. وقت قدم مطلب نهار سته ما تنجمش الهيئه ترفض له، معناها ترفض له، فما خطا في القانون. تعمدوا ما تعمدوش ما يهمناش، فما محكمه اداريه تفهم القانون وتعرفوا تو تنصفوا. ونفس الشيء في البيت الوالد، المحكمه الاداريه موقفها واضح ومن قبل، مش تغير اليوم، مش تغير اليوم، واضحه هي خضعت معناها لتعليمات قيس سعيد، ما تصورهمش يرضوا لنفسهم الشيء هذا، ومش ضاغط عليهم، هذا الواقع معناها. وعلى كل حال نحن نزلوهم 27 القاضي باش يسيطر عليهم، على اغلبيتهم قيس سعيد باش يسيطر على ملفات باش يعمل معناها سيطر القضاء العدلي واللي داري للدرجه هذه ياسر. دونك ما تخافوش ياسر، اللي مريق موضوع الاستمارات نتاعو تو يتعدى. قول لي بالكشي في التزكيات زاد هو لفقوا توهم، صحيح. اول حاجه ساعه من بين المرشحين معناها بشكل عام، انا مش سميكم حتى حد، ما تفهموا فما نوعيه نتاع ناس ما عندها حتى علاقه بكون يكون حوله سياسيين ومجموعات وكل شيء، وتقايلم في التزكيات هو بطبيعته راه انت وانا نعرفوا اللي هو يلم فيها بالفلوس. اسكو فما نص يعاقب ولا ما يعاقبش؟ انا كمحامي نقول لك فما حتى نص صريح، ونحن ما عندناش قياس هذا كان تحبوا قانوني. انما غير هذا كانوا يتابعوا الاجهزه معناها شكون حاول ياثر معناها في الناخبين ولا شرى تزكيات ولا غيرها. خاطر من بعد كي تقدم الوثائق هذه تولي فيها جريمه كانت تقدم في الملف. نجم نقول لك فما ناس عملت حكايه الفلوس، وفما ناس ما عندهاش علاقه. مثلا تقول لي عبد اللطيف المكي عندي فكره على الملف، ماهوش مرشح وما نجمش يكون مرشح، ولكن على كل حال ما نجمش يكون من النوع اللي يدفع فلوس معناها باش يلموا التزكيات. خاطر في القضيه هذه فما حكايه نتاع 40,000 تاع حد معناها جاء قال فما شكون اعطاني باش نخلص السيسونس، كلام فارغ معناها وما فما حتى دليل عليها. وجاو المحامين طالبين تاخير، المحكمه قالت لهم مثلا جلسه، ثلاث جلسه حكمت من الجلسه الاولى معناها القضاء يحكم وشلك روحه هذايا. ولكن عاود نقولها لكم، شفتوا التجاوزات هذه كلها راهو ماهوش قيس عايش يعطيكم كادو. تقول لي لا انا ما شاركش معاه لما توفر الشروط، يا خي كيفك هو؟ هذاك اش فما؟ فما هذه الاستكانه وريوسنا اللوطه الناس كل، انت تحب تهبط راسك انا مش مصعبش هبط راسي معاك، وفما توانسه ما يحبوش يهبطوا رؤوسهم وانا معاهم متضامن معاهم مادامني حي، هذيك هي الوطنيه بالنسبه لي. وفما حل ثالث هو كانوا يمشيوا الانتخابات، لا استكانه ولا عنف، ولكن يمشيوا الانتخابات. هذوما هما ثلاثه حلول اللي فما، هبطوا رؤوسكم الكل، نعملوا ثوره فيها دم وفيها اقتتال بين توانسه وبنا مناسب، ولا عندك انتخابات. دونك لازم نهبطوا الانتخابات، دورنا كنا نقولوا الناس احشموا روحكم وهبطوا صوتوا قوم بواجبك ويزم الاحباط. مش نوليو نحن بيدنا نخب في البلاد، قاعد تحبط في العباد، قال شنو النتيجه ماهيش تجي ومستحيل يرضى. انت على كيفه يرضى؟ هو مسيب البلاد، كان جات مسيب البلاد راه قتل اشتر الشعب مادام يعتقد لي هو صالح في ثمود يكمل قتلنا وكاهو. هذا لازمك تفهم، راه فما ناس عاد عامله شويه حدود ورزمو طوميو، فما ناس هكا. دونك هذه فرصه باش نقول للناس راهي فما انتخابات حقيقيه ولا بد من المشاركه فيها، وما عندناش بدائل اخرى. نستناو نتائج الساعة المحكمة الإدارية بداية سبتمبر تكونوا نعرفوا القائمة النهائية للمرشحين. نقول لكم أسوأ شيء نجم يصير مثلا بقاو كان زوز مرشحين، الزوز اللي تعرفوهم اختار واحد منهم، اختار الوسردية لهذا ولهذا، اختار اللي تحب. في الأخر أي واحد منهم بكل السلبيات نتاع الدنيا، ولا قيس سعيد لسبب بسيط، قيس سعيد مش من نقاش سياسي معاه مختلفين معاه على برنامجه، قيس سعيد غير قادر الحكم ثم تعرفوا وتقولوا فيه في التراكر وفي العلن وفي السر وكل واحد يشوف كيفاش يقول فيه. ما نجمش، دونك كونوا واضحين في الموضوع هذا. كونوا واضحين، راهو ما يلزمش يبقى مهما تكون ظروف، خاطر البلاد لازمها تمنع. يجي حد يقول لي باهي معناها تحبوا ترجعوا لنا المنظومه تاع الفساد. ساعه انت كمواطن تتواضع شويه، وقتاش قومتها منظومه الفساد؟ وانت ساعه فاسد ولا ساعه تعطي رشاوى ولا؟ انا راني ما نعطيش. يظل ملي تولدت ما عطيتش حتى مره رشوه. وراني نكره المرتشين والفساد وغيره، وراني قمت بواجب خلاف اللي اعتقدوا برشا ناس. وعلى كل حال خليك من رايي، مانيش مرشح لشيء، ولكن خليك من رايي انا، خذ قاعده واضحه. راهو مانيش من النوع اللي ندفع في اتجاه عدم المحاسبه، ما ندفع كان في اتجاه كونه بعد ما يمشي قيس سعيد كل المساجين المعتقلين سياسيا يخرجوا، وقضاتهم يقع انهاء مهامه ويقف مع عمل في انتظار المجلس بالتفاهم ويرجع المجلس. هذه مساله ما فيها حتى نقاش. ولكن بعد الناس هذوما مش معناها انتهت القضايا نتاعهم، كلهم اللي عاملوا اللي مش عامل يرجع في حال صراحه امام القضاء، بعضهم يقع منعهم اصفر مراقبته اللي تحبوا يتصوروا باش ما يفلت حد من العقاب، وتتعاقبوا في اطار دوله قانون ومؤسسات وقضاة مستقلين ومجلس موجود، فماش محاكمات من غير مجلس القضاء وضمانات كافيه للقضاة، وغير القضاة يتورطوا يلزم قضاة اخرين محترمين، لا جايين باش ينقبوا ولا جايين باش يتسامحوا ولا باش يبيعوا طرح، ودوله تراقب زاده وتعرف حتى السلطه التنفيذيه. انا رايي كان لازمها تكون تعرف برشا حاجات وتتبعها والكل تو تصير راهو بشكل مناسب. يمكن يطلع رئيس نتاع واعد الناس ببوس خوك وسك الباب، ممكن ما نستغربش معناها، لكن انت دورك انت وانا كون نضغطوا في اتجاه كون هذا ما يصيرش، ونضغطوا على القضاء وعلى مؤسسات الدوله تطبقون القانون. دونك ما تخافوش ياسر، ما حكيت سيفلتونا من العقاب، ما فما حد باش يفلت من العقاب، واللي باش يفلت ما يسالش. انا مازلنا حياه، مادامنا حياه مازلنا ناضلوا من اجل عدم الافلات من المحاسبه للقديم ولي جديد، قديم برشا قديم شويه، المهم كل الفترات. هذه هي الدوله راك فاش تمشي، غير هذه هي تولي حاله فوضى، واللي يهلك البلاد هو اللي يجي يعمل اللي يحب ويخرج منها سلامات.
فبالتالي نعاود نقول لكم بكل وضوح، معناها هذه فرصه نتاع انتخابات ما نضيعوهاش. اللي يحس روحه معناها ما نجمش يسكت المده هذه، انا نساله علاش سامحني اخي السياسة، انا مش بالضروري لازم ديما تتكلم، فما اوقات الانسان يجبد روحه شويه. لو انت ماكش معناها ماكش مقتنع اللي فما امكانيه نتاع انتخابات، شنو دورك معناها باش تقعد تعيط للتوانسه ما تشاركوش ما تشاركوش؟ راك تخدم في قيس سعيد بدون ان تشعر، تنجم تغيب شهرين وترجع من بعد تسجل علينا موقف اللي احنا كنا سذج وانت اذكى وتصفقوا لك يا سيدي، ما عندنا والله حتى مشكله مع اللي يحب يكبر واللي يحب يصفقوا له واللي يحب يقع الاعتراف به، رانا ماناش في هذا، رانا في مسائل اكبر. ومن بعد فما ناس راهو انا منهم راهو ماهوش معنيين بسياستكم، ما ملينا قلت مستنقع قبل مانيش راجع لها، نكونوا واضحين راه هذه عركه، عركه من اجل تغيير وضع بلاد ومش مجرد عركه بسيطه، رانا في ازمه الحقيقه لا نحسد عليها في العالم الكل يغسلونا بلاد تهبل. انهيت المرحله هي مساله ضروريه، مساله وطنيه واجب على كل وطني تونسي، واجب على كل مواطن، ما خلينا نقول واجب على كل وطني او كل من يرى في نفسه يحب بلاده ويتضامن مع اولاد بلاده. عندنا مساجين قضيه حياه وموت كون يخرجوا، المظلومين فيهم يبقوا في ديارهم، مش مظلومين بعد مده ممكن يرجعوا اذا ثبتت قدام الديانه بتاعهم يرجعوا ويلزم يرجعوا حسب رايي. هذا خاطر نعرف فما برشا ناس قلت لازم تخلص تو يخلصوا، هذا موضوع. موضوع ثاني البلاد يسمى تمشي تقف على ساقها وتبدا تنتج وتبدا هكا مشاريع تركت في الاداره في ثيره العشر سنوات قبل القيس سعيد، فما مشكله نتاع بيروقراطيه، فما مشكله نتاع فساد، فما مشكله نتاع تسريب، فما مشكله نتاع حسابات. نعطي نخرجوا من الموضوع هذا، راهي البلاد هذه باطاراتها اللي موجوده في الاداره، اللي موجوده في الجامعه، اللي موجوده في المجتمع المدني، في الاحزاب السياسيه، في الكل كي يتعاونوا من اجل عمل لتغيير البلاد راهي تتغير، تبدا على الاقل. دونك حسوا بمل قابله للاصلاح البلاد هذه. مشكلتها ديما اولادها يدمروا فيها، اليوم جاء قيس شخص طمع في السلطه، جاء باش يعمل اجراءات لمده 3 4 شهور، عجبته القاعده، حاب يكون رئيس، عنده وزن والو، وقف لي فلان، يحس روحه مهم، الله اعلم شو الاشكاليات اللي عنده، راهو غالط على طول الخط خاطر يجي نهار ويخلص معناها على حكايه كيما هذه زايده وما عنده حتى معنى وحتى شخص ما زادته شيء. انا الغزول قبل محترم اكثر من تو بالف مره، قبل كي راهو قيس سعيد في قهوه راهو حاجه كبيره ياسر، شخص قولوا عليه تحبوا، نحن راهو شخص محترم على الاخر. جات السياسه فزدته، فما شكون يقول لك خاطر السلطه مسؤوليتي، انا بيدي عندي عدوات اكثر منه. لكن مراش السياسه فزدتني، قمت بواجبي في وقت من الاوقات، تضرت ناس يتضر على روحه اخي، قلنا له اجرم نحن. لكن على كل حال في الاخر ضميري مرتاح، خاطر طبقت القانون، انت فين قانون طبق تحت تعليمات القضاة؟ تحت تعليمات القضاة يسحب الناس حبسه له يجيب لي فلان. اخي وين عايش هذا؟ وهكا عملها وهو حاجه اخرى زايد اللوم عليه، هو كيكا غيروه هكا هو يلزم يجي رئيس اخر ما تكون ظروف. تقوليش فيه العيوب السبعه مش صوت له انا اللي في دوزيام تور ضد قيس سعيد، ما عندناش حل اخر. ويزو تخموا بالعقليه هذه 5 سنين اخوين، تقول لك يجي اسوء كي تفيق على رواحك وتم يعمل فيها شيء، تا يحترم روحه، ما يسرقناش وما يفسدش وخاصه ما يسبدش، فيقوا برك على رواحنا مع كل اللطف، ولكن بالله نحاولوا نفيقوا. راي وضع بلادنا مش سهل بالكل بالكل، رانا كنا في ثوره ينظروا للعالم نظره كبيره، فسدنا برشا حكايات نتاعنا وما نحبش تو نجاوب تو نرجع ورا، ما زلنا باش نحكيو في الموضوع تو نحكيو فيه شنو اللي صار بالضبط. لكن على كل حال من بعد في طار انقاذ البلاد لقينا رواحنا في وضع سيء برشا اللي هو وضع نتاع حكم العبث، يجب ان ينتهي وفرصتنا انهاءه عبر الانتخابات ولا شيء غير الانتخابات. شكرا لكم.